أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً تناول من خلاله التعرف على واقع وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز والتجارب العالمية في هذا الشأن والفرص والتحديات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لاستعراض السيناريوهات المستقبلية الممكنة لهذه التكنولوجيا. هذا وأشار التحليل إلى أن الذكاء الاصطناعي أعاد تشكيل خارطة قطاع الطاقة، حتى باتت العديد من الشركات العالمية تتجه نحو دراسة استخدامه وتوظيفه في صناعة النفط والغاز، والتي تعتبر من الصناعات الأساسية للاقتصاد العالمي. ودخل البعض من هذه الشركات في اتجاه استخدامه بالفعل وتحقيق نتائج وتجارب غير متوقعة في دول مثل الولايات المتحدة والسعودية، بل يسعى بعضها لتطوير وابتكار تقنيات حديثة في هذا المجال. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات الجلسة على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 4,700,000,000 جنيه. هذا ربح رأس المال السوقي نحو 31 مليار جنيه عند مستوى 1,142,000,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31,250 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7,420 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10,563 نقطة. في أسواق البترول، هذا وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار في وقت يتراجع في تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة وتحسن فيه دخل الأسر مع انحسار التضخم. دفع ذلك المنظمة لرفع توقعاتها لهذا العام لكن بنسبة هامشية. توقعت المنظمة أن يشهد الاقتصاد العالمي نمو نسبته 3.2% هذا العام والعام المقبل، لترتفع بذلك توقعها للعام الجاري من 3.1%، بينما تركت توقعها للعام المقبل دون تغيير. قالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية أنه مع تلاشي تأثيرات تجديد البنوك المركزية للسياسات النقدية، سيلتقي الإنفاق دعما من خفض أسعار الفائدة.